أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتنا دوتري تكنولوجي. في حلقة اليوم سنتحدث عن أمر اعتيادي وشائع في الانترنت، ألا وهو الكابتشا. فما هي الكابتشا إخواني، ولماذا تظهر على باقي المواقع؟ تابعونا في هذه الحلقة. إخواني، الكابتشا هي آلية مهمة في مواقع الانترنت التي تحتوي على قاعدة بيانات. فعندما تريد مثلا أن الدخول لموقع ما ورفع بيانات إليه، أو تريد التسجيل في موقع ما، تظهر لك الكابتشا. لماذا؟ تابعونا إخواني، فهذا الأمر مهم جدا. إخواني، تخيلوا ماذا لو قام هاكرز بإنشاء سبام في موقع ما، أو قام بإنشاء فيروس يهاجم المواقع ويدخل إليها بيانات وهمية. حتما سيقوم بإيقاف كل هذه المواقع بشكل تلقائي، لأنها قد تتعرض لهجوم آلاف أو الملايين من البيانات دفعة واحدة. لهذا يجب أن يتأكد الموقع أنك إنسان وليس روبوت، أو أنت إنسان وليس فيروس. فمثلا هناك مثلا الأنواع من الكابتشا التي عبارة عن مثلا كما تشاهدون عن أرقام أو حروف أو أوديو كذلك، أو عبارة عن نو كابتشا الذي اخترعتها شركة جوجل. لكن هل يجب أن نثق في هذه الكابتشا؟ بطبيعة الحال، فمثلا هذا النوع من الكابتشا يقوم بتتبع حركات الفأرة في الحاسوب ليتأكد 1000% أنك إنسان ولست بفيروس. يعني فالعديد منا يدخل مثلا للتسجيل في مواقع تحتوي على مباريات ومواقع حكومية إلى آخره، وتحتاج دائما لإدخال رمز الكابتشا. الآن عرفتم ما هو السر وراء ذلك، فالموقع يريد فقط ليتأكد أنك أنت فقط إنسان ولست بفيروس أو روبوت أو سبام أو شيء من هذا القبيل. لكن البعض إخواني قد يقول أن الهاكرز يمكنهم اختراع فيروس أو سبام يمكنه قراءة هذه الكابتشا ومهاجمة المواقع. لهذا فكر مخترع الكابتشا في طريقة لا يمكن أن يقرأها أي فيروس أو سبام، وأبدعوا في ذلك أيضا. لهذا نراها بهذه الشكل، عن حروف مائلة وأرقام غير واضحة كذلك، لتأكدوا أن الإنسان هو فقط من يقوم بقراءة هذه الأرقام وإدخالها في مكانها الصحيح. كما تلاحظون في الصورة جاءت مائلة كلها وغير واضحة. هنا تكمن الصعوبة، لا يمكن للفيروس أو سبام أو أي شيء يستهدف موقع ما أن يقرأ هذه الحروف ويدخلها في مكانها ثم يفعل أو يضغط على الزر التالي كي يقوم بمهاجمة الموقع. وهناك أشياء أو هناك صيغ أخرى لكابتشا تأتي على شكل صور إلى آخره. فلا يمكن للفيروس التعرف على الصور وقراءة حروف غير مكتملة أو مائلة أو مسطرة، أو سبام كذلك لا يمكنها فعل هذه الأشياء. هنا يأتي دور الكابتشا كأداة ووسيلة تمنع الهاكرز من مهاجمة واستهداف المواقع كي يقوموا بإغلاقها. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة إخواني، نتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع. إن عجبكم الموضوع طبيعة الحال لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب، شجعونا لمشاهدة المزيد في قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.